صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 64 لسنة 2023 بتعيين مديرين عامين في جهاز الخدمة المدنية وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه يعين في جهاز الخدمة المدنية بدرجة وكيل مساعد كل من السيدة ريم حسن حميد مرهون مديرا عاما للسياسات والاجور السيد علي يوسف علي الحمادي مديرا عاما للتوظيف والمعلومات